جلقاه والضاد العتبة على السهيد. لا تكتمل فرحة تخرجهم إلا بحضوره، وحين يأتي إليهم تتحول القاعة إلى مساحة للفرح والحياة، وتصبح ساعة وقوفه أمامهم ذكرى جميلة ترافقهم فيما بعد. لقد خلف جلال السعيدي الكثير من الابتسامات على وجوه وقلوب آلاف اليمنيين، بدا ذلك واضحا فيما كتبوه، لكن أحدا ما لم يعجبه ذلك ولم يرقه أن يرى الفرحة في أعين الكبار والصغار. دعوه إلى محافظة الضالع لإحياء حفلة هناك برعاية الهلال الأحمر الإماراتي. وبينما كان الفنان جلال السعيدي يختار أجمل الفقرات المسرحية التي يمكنها أن تسعد قلوب ساكني محافظة دارت الحرب في أرجائها لسنوات طوال، أطلق الرصاص عليه ليموت على الفور دون أن يتمكن من إكمال ما جاء لأجله، ودون أن يزرع البسمة في أرض أرادوها قاحلة. أجاد الفنان السعيدي تقليد الأصوات وقلد الفنانين اليمنيين والعرب، ولم يخطر في باله أن يقدم أحد على قتله. أوه، كم يبدو هذا التخرج جميلاً، أليس كذلك يا زوجتي؟ آه نعم، إنه جميل حقاً، لكن أين هي ابنتي؟ وقد عرف بكلمته الدائمة أحبكم كلكم، لكن أحداً من هذا الكل قتل جلال ويمنع حتى دخول أسرته إلى المحافظة لنقل جثته إلى مثواه الأخير. والمنع دائماً لا يأتي إلا من قوة، ولا يصدر إلا عن من يقدر، ومن قتله أراد قول ذلك. يتشارك في دم الفنان كثيرون، عصابات وأفكار وتطرف، يقدم كل يوم نموذجا جديدا للقتل تحت مبررات لا وجود لها. قبل جلال قتلوا أمجد في عدن، وقبل أمجد قتلوا باطويل، وظل القتلة يتجولون وأعدادهم تزداد، وهم يحرسون جثث الضحايا ولا يجدون من يسألهم ما ذنب من قتلوه.